مرحبا بكم أخواتي. وصفة اليوم إن شاء الله عن وصفة البنيه المغربي. مر للمقادير عن 3 كاسات طحين من النوع الممتاز، طبعا عن فص بيضة، وعن نص ملعقة باكين باودر، وعن ملعقة خميرة جافة، عن ملعقة كبيرة من الزبدة، وملعقتين من السكر الكبار، ملعقة صغيرة من الفانيلا. ما عنده فانيلا يستعمل فانيلا سكر. وعنا كاسة حليب دافي وشوية ملح. نمر للطريقة. نمر للمقادير. ملعقة من الخميرة الجافة والفورية، نص ملعقة باكين باودر، عنا السكر. طبعا اللي عنده، انا بعمل القياس صغير على حسب اعداد افراد اسرتي. كمان الحليب، حليب لازم يكون دافي. اللي عنده ماكينة يستعمل عجانة، أنا لأنه المقادير صغيرة. لازم ندلك العجين جيدا باش يطلع رخو من الداخل. لازم يكون العجين خفيف رخو، قليل من الدلك. العجينة عنا هاي جاهزة رخوة، نغطيها بالبلاستيك الصحي ونخليها تخمر. هاي العجينة خليناها تخمر، هاي اختمرت، ضعف حجمه. مروا للمرحلة الثانية إن شاء الله. نفردوا العجينة. نفرد الطحين على الرخام. طبعا الرخام يكون نظيف. نطلع الهواء من العجينة. فردنا العجين، نجيبه هاد بس عليه جيدا. حطيت الدوائر طبعا في صينية على ورق صحي، رشيت عليه شوية طحين والعجين. هذا طبعا هذا بنجمعه هيك ما نعجنوش، كمان بنستعمله ما بنكبه أكيد. طبعا هاي الدوائر جاهزة، البنية خليوها تخمر للمرة الثانية إن شاء الله. هاي البنية اختمر، ونمر حاليا لمرحلة القلي. نجرب أول واحدة، بس الزيت ما سخنت. زيت لما نشيله من المقلاة. هلا خلصنا، نمر للمرحلة الأخيرة. هلا هاي البني جاهز. البني عنا جاهز. هلا المرحلة الأخيرة بالنسبة للحشوة نحشيه. أنا رح أحشيه بمربى الفراولة، كنت أحشوه بالشوكولا عادي، وعنا سكر بودرة. هاي المرحلة الأخيرة، نفتح هيك من هون. نفتح
الله هيك. كل الأطفال بيحبوا البنيه. هاي البني جاهز، حشيناه بالفراولة، مربى الفراولة، ورشينا عليه بودرة السكر. بدكم تحشوه بالشوكولا عادي، بتحشوه بالشوكولا. بنيك الأطفال بحبوه زيه زي الدونات. إن شاء الله جربوا الوصفة وتعجبكم.